بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة وسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشا عالم كامير الباد كجوكتان وبرنامج كيني معركتي برا صحابي هادي جير اختي دانا كل انكسو قلو جيرنا تيفيق عالمي كالسان تيفي برنامج كاس او هادي جير ان كقابا ديقنو اما انكاقا هذا الله صحابي اصحابتي النبي عليه الصلاة والسلام متكمدة صحابة او جيد كيغو يهي هدفك ان كلينا انان مروا بسحابي كهذا الله سئي عن معركتي أو قادة نوددي أي مرين ما دام أيسان أهين رسول ما دام أيسان أهين أنبياء ما دام أي قاركود بقالة هاي لكن إسلام كمركي قاتين أي ميل سرع أي معركتي أما هم معركتي مش أي تيك سريا أهد إلي جنة إله سبحانه وتعالى قالان أنكو ودد أي مرين كده ومرينو أو أن أقنا هاي إن أيكنا سغال بلوت كل شيء رسول ينبيانا أيسان أهين إلهي صدر صدي مركز صحابة أصلا معلم وحان شغنا تاريخه ده هدفك وجيتك روحي هي سي ان وحوغ لا بحنا 10 كلا بحنا شيخ حرير ان كحدلنا سحابي والمكان تاريخي اسكا لانه كلي نغماها الى سبحانه وتعالى ما حسن وحين كسو شيكيناي 10 مارت 10 وشن بالجنه كدي وحين كو خجينا سحابدي كلي انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه بانه تاريخي سو كوبني سدو كلي وحين كسو هادلني او سحابي لباد اها سعيد بن عامر الجمحي وحين ان شاء الله تعالى قلبت أمدك عاو أطهي أما مال أطهيبا وحينو مارتي حوغا توشك وقفين دونا إن شاء الله تعالى سحابيكي وينا إيها ولي من نبادونكا إيها سلطانكا إيها قراد قبيل من إيها اللوقي من جري إيه ولي إنتا أصي لأيدنوها قبياء قف قبيوه قف معروح عريوه وها قف حقيقة دتك وكأن الشيء إيها ديادو قيميان إيها إن شاء الله تعالى مانتا إن شاء الله تعالى كهل دونا سحابيكا وحالي للأطفيل من عمرو الدوسي طبعا دت فربضن إلى مغلين بيد دعي كريسو وحالي هذا الطفيل ابن عمرو الدوسي مجيء سو حالي هذا طفيل ابن عمرو الدوسي السحابي لا سحوها سيد قبيلة الدوس قبيلة اللي راد الدوس أول من يمن دتك الدقة أيوحوها نن جرادة أو هذا يقيم أيام بوها في الجاهلية وقت الجاهلية ده لأنه عصر الأساس حشمت أو ده عليه بوها وشريف من أشراف العرب عربت الرجع الشرفان مارت مجا عي منصب كإسيام بوها ما دام يوقفنا بدون أما السلطان أما جراد ساسك العربت ويقيمين جرتي وواحدا وحكم ده من أصحاب المرؤات المعدودين وحكم له كم هذا كذا كسوعا نفتو دنا كبد بادي إني ما أردت قالت ما أردت وحيالها ومد الشعب كسم عدو الدلايو إني كفوا قادان كواسر وكمدها إنت وحوصي ديرين وحوها قف تلمان ترى وكوب بالعبي أديب أما اللبيب شاعر قف قبياءه أو أردت دير وليبا أو وليبا أردت سيئة دورتها ما أنت شاعر وحنك حما حوقا ما أنت وحا ما أردت أن ديرمي هرقب درسي جنوان صوق اللي مركا الله يدن بركة إن شاء الله تعالى نو ما أردت عدور دارة ما دام أحد ولا كباقا ما أنت وكباقا وين الله يدن بركي إن مكة ولا ليال وحوق هابا نري هو أديب نقف إلى ذلك أديب أريب لبيب شاعر مرهف الحس رقيق الشعور ولي بقف أرك تدير ودرين له درين كيسون آدو سر ريوها هذا الكيسون حالي رادا هذا الحوق قفك مكة للتلمام أيو قف إلهي بلاغسي قف إلهي سبحانه وتعالى كيالي قف هذا الكوكا هذا قطك السير كأقنع أكلا أيو هابا ليري انت راح اوصل لقف ديقسي بوها قف ديقسي محو كنت المانا ديقسي نميز وحو كنت المانا وحالي لا تنزل له قدر عن نار ولا يسد له باب امام طارق دبكيسة مرة لمدة من جنين دبكيسة قولي قيسة دبكيسة مرة لمدة من جنين او مرتدو مركز السعوداء اللي سفر سوق قليان اي اقادان ودداس اي مريان انو ودد ضفيل بعمر الدوسي قوس كيسة او الدقية اما ويو على سيسو مالي قاربة استعماشو وحو اها قف قف والبو او سفرية اي كسو هيرتو او قرقيسة اي مار دبك ما ان لدمين وحي انت اوصي ديرد عيد الله لعدي قرقي صوق القرعادو وكفر جري وحوك الله مار تطعم الجاعي متك باهن ووقود جري ويؤمن وحامن قلن جري الخائف متك بقيرة اد بمارة امن قلن جري ويجير المستجير متك كذلك مارة مغن قلن دون كانهانا ومغن قلن جري والله معنى مارتي اسكود ودوي هذا الكاس انت وحا اصي لريد
وصفاتكي وكسفيسنا يمجعيس واحد عن شاكري عربتو واحد نقنو هيد اما جاهلية من ايوكو اه إلي صوبحان ميلها إدقيهن كسو نقاجيان اي سوء آذان مكة المكرمة او مركز كتالة كعبضي اي صوب ركيستان اسلامتا واحد قولي هاي الضفيل الضفيل ابن عمر الدوسي مالين مال ماها كمدا صوبحي اني قو اسعود اللي اتبرك اسلام الكعبة اسلامتي كعبضي تيلي انا صوب ركيستو والدين هم بيو عابدين صوب ركيستان اسلامتا وحولي وان كسو بحي مقال اللي راه اتهابة ايان دقنابو اللي هاي أنا وولي السعودية إلى المكة أيها السعودة قاجي ما أعلم كان مغالدي مكة دولت كيدي بس سوق علي أيها حالا كل مولو يدقال ودحي ودقال سربيب وكلمتان دقال ودحيو لما اللولان أما ودقال كسو اللامنين اللولان ودحيو لما كوحوت كوح قالا يكوح مسلمين ومدول بابو أبا هيا إنو هلا تاغيرو تاغيرتو داد محيي وكفار قريش وضياشي قريشين مدحدي يمدحي وينتي ملئي ويان قيمنا وقنا محمد عليه الصلاة والسلام داد نور فرقوتين السعوديين ترعبي ee marka loolan kaasad kaas uu ka dhaxay abiiri nabiina maxamed salaatu rabbi wa salaamu alayhi iiman iyo xaqba umada ugu baaqaya qodob kale kufar quraysh waxa ka soo horjeedaan iimankaas iyo khayrkaas uu ku baaqay nabi alayhi salaatu wa salaam abadan wa dawal boo kaga hor iman karaan way kaga hor imaaneen ama way warbo u mari karaan wuxuu leeyahay marka soo dhax galay meeshaas oo waliba wuxuu leeyahay anigu aanan garanaynin ayaa soo dhax galay fi hadhihi almaaraka ala ghayri uhbatin ana u diyaar garoobin qofku wuxuu ku tashanay nabaraad filaysa kama naxday Soomaali tirada qofku wuxuu ku tashanay kama naxo laakiin wuxuu san ku tashanayin markay ku dilimaadaan qofku wuxuu ku noqonaysa ama kaag iyo layaab walaalayaan ee Ilaahay ilaa baraka xogay u daramanta marka saxaabigan dalilka walaalayaal aad iyo aad buu maaragtay ee maxaan ilaahdaye uu maaragtay arintaasi ay oo yaabisay marka asa inta islaamiin way waxaa dhacday marka wuxuu leeyahay waxaan soo dhaxgalay duulaan aan ku tashareeyay maanka iyo maskaxda marnaba aan ku haynin markaan arkay inaan dhex taaganahay dhawaanin weyn qof weyn oo markuu arko xaalad uu san filaynin inuu dhex taaganayo taa uu ka qaadanaya wuxuu leeyahay intaas kaliya ma aha odayaasha quraysheed waxay igu dhaheen kelimo ma aragtay aan qalbigay ka go'inin oo wuxuu leeyahay aad iga yaabisay waxay dhahayni yahay dhageyso soo dhawoorto wuxuu leeyahay waxay u soo dhaweeyeen gacmo furan si kaliya laaba gacmo furan bay ugu soo dhaweeyeen biakram tarxiib midka ugu sareeyey waanzaluunii fiihi macaza manzilin meesha ugu sareysa ee manzilo qof la dhigay dhigay buley manzilo qof la dhigo meesha ugu sareysa ay dhigeen intaa kaliya kumaysan ekaanin waa ayla talayeen oo talay siiyeen waxay dhahen talanku siina dhagayso markaasaa ku yilahay soo dhawaada waxay ugu dhaheen yaa dufayn innaka qad qadimta biladana magaaladeeda baa timid oo anagu kurreema kadaana magaalada aada maanta martiba noo tahay haye waxaan kaaga degaynaa hada rajul ninkaas kaaga degaynaa alladhi yufarriq bayna alabbi wawalad wiili aabihi kala geenayo wa bayna alummi waladi hooyo wiilkeedii aabay caruurtiisii inaba naagtiisa nabiga ka wadaan sallallahu alayhi wasallam oo ay ku tilmaamayeen inuu dad badan oo fara badan uu kala geeyay salawaatu rabbihi wasalaamuhu alayh marka waxay leeyihin ninkaasaan kaaga degaynaa oo weliba dad fara badan oo maaragtay lagu maaragtay isjeclaa oo xabiib iyo maaragtay xabiibkii isku ahaa ayuu kala geeyay leeyihin nabi calayhi salaatu wasalaam maadaama uu kala geeyay waanu kaaga degaynaa oo waynu kaaga baqaynaa in wixii odhanaka nagu dhacay ay kugu dhacaan ninka la yidhaahdo nabiga calayhi salaatu wasalaam dhibaatadii uu la yimid inay kugu dhacdo ayaanu ka baqaynaa bay yidhaahdeen waxa uu ku yidhi haye weli waxay dhan talan ku sii seenayna annaku waa nagu dhacdo midaane ka cabso talada labaad uu ku siinay waxay tahay falaa tukallimi rajula ninka la hadlin walaa tasmacanna minhu shay'a waxaana ka maqal fa ina lahu qawlan ka sixr hadal wuxuu leeyahay dhaheen hadduuba kula hadlay si sixirku u taabanayo haye wuxuu waan baqay fa wallaahi buu leeyahay ilaahay baan ku dhaartay way cabsiyeen nafteyda iyo cabsiyeen iyo qoomkayga oo waxay iga shakiyeen bicajaa'ibi afcaali ficiladii sii dardarnaa حتى اجتمع الا اما قوان كو غاري على الا اقترب منه انا ما ادواني وحن قوان كو غاري نكا سال ليغا بجي اي ليغا عبسيي انا ما تتو ادواني ولا اكلم منه الا الله لم او اسمع منه شان اما وح الشيء ما كدغيسرين وحو ليهي دنتيدي وجيد كانو بس غلا مرك مغالدي ما سو غلا وا كو دخجيرا دولاد كي مغالا لغا كولمين او دياشا ولا كولمين اداني كسان كاغا باقينا اني وحا نغاري كو غاران waan ka aqbalay oo waan ka yeelay deetana waxaan go'aan ku gaaro yiri in aan ma aragtay dantaan uu imid magaalada aan ka sii gaaro dantu iyo maxay tahay inuu asnaamtii soo barakaysto wuxuu leeyahay kacbadii baa soo galay ninkii laga bajinay ee lagu cabsinayay ayaa wajadtuhu qaa'iman yusallii cinda alkacbati salaatan gayra salaatina ninkii lagu cabsinayay ee laga ka baq
كعب صلى لها أو هار كل كعب ذي احتاجن أو يصلي تكره صلاة غير صلاتنا صلاة صلاة أن قيمة لا ينسى تكره وهي أبو يري وحلا يا أبو يري سيد جرانت يخشوع يمارتي سيد حسلوني كل هانت هاي أغنيك كانوا تكره وسيء وإيش الله راعي وقت بسيء إلى كجول كجول جارو بنيك كانوا حو تكره وقاب عبادة تقيني على هيله بل هو وان فيري يا اون فيري ادب اولى يا بوليه وحان اركوله انا اسي دواني حتى اصبحت قريبا منه انا اسي دواني اولي بقى دمتي دهي انا ودواني انا ادنو منه اسي دواني ارك مرة الله مركا ارك انا اسي دواني او مارت دكتا اوهار عينيو بان نحن يري ويري انا اسلح الله فسمعت كلاما من حسنا وقلت من في نفسي هذا الوناكسن با مركا يقصو قاري لن عيسى دكتا اوهار عيني هذا الوناكسن با كسو بحي لن عيسى وقلت في نفسي نفتي دي الله الله وحكم يريد ثكلت كأمك يا ضفيل اي ضفيل هو ذاك ويدي انك لرجل لبيب شاعر وما يخفى عليك الحسن من القبيح فما يمنعك ان تسمع من الرجل ما يقول ونين وحاته قبياء عقل صاحبه كليقان حمها يسمها من كليقان حمها يسمها قبياء وحروي وسوغيهنا إن فما يمنعك أن تسمع من رجل ما يقول محاكو ديدا نينك واحد أولينا كده بس محاكو ديدا محاكا من عنا فإن كان الذي واحد كله يديته حسرا قبلته واتكبق ليسا هذا يحنت هنا كتب ماشي أولا غاجي أنا يقول أسلح الله يسري هذا نينك واحد وشيك واحد ولاكسيه هنا كقاضو هذا كلا ماشي أولا غاجي ياكو قصباي إن واحد أولينا يوحان قاكو قارنا كدل سوى ما أكاديو إلا وسرادي سوى حاو تكريو ودميستو وأكبح إلي يا ملك أكبحي فاتبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه قولي سيبان وقال يعني كدبا قالوا يري فقلت عقول يا محمد ونيك يا محمد وإن من يمو وقر سنو إن قومك ترك هذا قد قالوا لي عنك كذا وكذا ترك هذا السداء يسداء بإلي رهدين وهذا لك كم بإلي رهدين فوالله إلهي ما قد أرتيه مر على الأمريكا إسود وياه وحوى أبوين يخوفونني من أمريكا حتى سددت أذني قطنا لألا أسمع قولك وحول لي عبسدة أيقول لمارت بوحيان يولول كأيقب بوحيان وحيقول لي سأقول لي هاي إن أنا ما عرقتي حتى إن أنا ذاك عفستو ونكت عن صوف قشتو تاسع ودرس سأقول محمد وحول لي هاي فاعرض علي أمرك نيه أرنك هاي صوف بني ترى هذا يروح كابوه يروح على ذا الشيء سألوا له ولا رجع عليه فكر كذا يسوع قد بكوير النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قف البون داونا نحن كأصلنا إنه نبي كصليه مرة وركان نبي ما قش صلوا على الحبيب نبي إنه كصلي نصلوات ربي وسلامه عليه وحول لي هاي النبي محمد عليه الصلاة والسلام يسوع بنبي دين تبي يسوع بنبي لأن النبي هو حصل مرتين فرصة ذهبية فرصة قالية فرصة ميمونة فرصة تمر أو تمر له أسوأ مرة سو كمرة صحابي سيد مرت ضرورة هالمرة سلكه مرة سو نبي فرصة ذهبية هي بكفى صلوات ربي وسلامه عليه مركز وحول لي وحود الأخري صورة إخلاص يقول قل هو الله يقول عبد الفرق وقل هو لنا إلهي أبتركيسا ما هي كابسا إلهي أبتركيسا إلى الله بالم وحرد من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي سبحانه وتعالى أبتركيسا ما رتك النغيس يصورة الفرق الشر إلهي سبحانه وتعالى وما انقلب إلهي اللي يسكنه انت ملكو إقلها ذو النبي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى وحول الله أبتد وحكوش رح إسلامك يا خيرك قلبك مجمع فرفرمي لأنه حدنا بسانيك إنه يهدين دون وحكي من يمن ويسولوا بل إمارتهم إن تاسو مالهم ونحن كسو جري وحكوصة سؤالينه أسلام تاسو بركيستو دين إيه إله عبد بدوليا لكن السنب يوحك على كسو كمريوي تاسو قدرة إله عدو هروك لدون عدك علم قرتماله ما يهدي الله فلا مضل له عدو إله سبحانه وتعالى هروريو عدو مكريسا عمرهان إن ومن يضل عدو إله دمينا فلا هادي قف هروريكرو وكل عظمالها لأن الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء والهداية بيد الرحمن إله سبحانه وتعالى قعنتي سيكون جرتا هدايين ولا ليا سنة أول وحيو الله هاي وحيو النبي إيسو بني دينتي وانا كاقاتي توحيدك وكل واقي أشهد أن لا إله إلا الله ويرو أشهد أن محمد رسول الله مر الله على مركو إسلامي دينتي بحوراية برتبكي حوراية بدينتي كبرتي وحورا بأينو دينتي وبرتي وسلفة لسلم وعلى سنة الورد هاي هاي كل على علم أنت المسؤول أنا مسؤول يد دينتك أه أدو إلهي التوحيد كوسي أدو إلهي سبحانه إيمانك قولي قرب بضون الدرس كالعباهن إلهي ما كنت أريقفكم أنت إدعوانا وسؤال ما كنت
kuwa walaalahay dadka maartay jiraankaaga ah ee deriskaaga ah ee gaalada ah weliga intaad soo dhaqaajisa maystiri alla ilaahay baanta u tago bal xaqa iyo diinta gaarsii ilaa man raxima rabbii qof yar maanta gaalada unimid hadda kuwan rawaa sheegay gaaladan maanta u nimid ee dalkooda ugu nimid waxaa weeyaan qiyaamaha hadday maxkamad laysla soo fuulo oo rabbi subxaanahu watacaala intii la hor istaago ay ku andacoodaan yaa rabbi ilaahw soomaali cidda la yidhaahdo ama dadka soomaaliya qoomka soomaali la magac baxay ilaah iyaka qaxooti ah oo cagacad oo sharci doon ah ayaan sharciga waraaqa gacanta u gelinay ilaahw guriyay rabeen gurihii baan siinay ilaahw qaarkood ma shaqaystaan oo lacag baan siinay ilaahayo waxa aad ugu deeqdo diin iyo khayr ah habeen idama soo gaarsiin wallahi waa su-aal cadiim jiddan ah su-aal aada u weyn weeyaan ilaah aan mas-uul aan dareenno saxaabigan jiilka mar ale markuu islaamay walwal baa galay nimca inuu haysto dareemay wanaag inuu gacanta ku hayuu dareemay wuxuu u walwalay inuu gaarsiiyo dadkii u ka yimid nabigullah adla wuxuu ku yidhi nabi alla ifasax fadcu llaha an yajcala lii aaya waxa maratay ifasax dadkana maratay inaa diinta ugu yeedho iina bari ilaahay inuu subxaana wa tacala aayad iyo mucjiso igu lamaariyo igu laro oo aan ummadda markaan diinta u taminayo oon idhaahdo war nabigaan ka yimid mucjisaan aan wataa nabi calayhi salaatu wasalaam uu duceeyey allahuma ijcal lahu aayatan tuciinuhu ilaahw aayad maaragtay ku kaalmaysa ninkaan u sahal calaa maa yanwi min alkhayri oo calaa maa yanwi min waxa walbu khayra uu niyeysanayo ilaahw mucjiso iyo aayadna rabbi u gacangeli buu yihi nabi calayhi salaatu wasalaam dacwadii buu la dhaqaaqay islaamnimadiis waa kasoo hadalay isagu kusoo islaamay deetan hadda waxaan maraynaa qaabkii uu dacwada u gutay dacwada wuxuu u gutay marka saxaabigan jaliilka ah markiiba uu soo cararay reer dows iyo qabiilkiisii buu u yimid dacwadiiba u bandhigay dadkii oo dhan marka intuu dacwada u bandhigay markuu magaalada soo gelayay mucjisadii uu dalbaday ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ugu deeqay waxaa lii markuu buur kasii hoobanayo baa barta wejiga labadeena dhexdooda rabbi subxaanahu watacaala wuxuu kasoo saaray nuur nuur iyo talaclaa nuur ifayo oo dhadhaayo markaasuu asagaa isla yaaba marka wuxuu is yihi yaa rabbi asoo ilahay buu lahad ilaahay wuxuu yihi nuurkan maanta ka labadeena dhexdooda kasoo baxayo waxaad dhici karayso ilaahayow inay ii qaataan in uu yahay mucjiso ay u dhacday maadaama aan diintoodii ka fallaagoobay maadaama aan diintoodii ka baxay inay u qaataan ninka kan waa imtixaanayaha waxaasaa nuuraa ka baxaayo rabbiyow say saa u dhicin waxaan kaa codsanayaa middaa mid ka gedisan maxaad u baahan tahay rabbi wuxuu yihi ilaahay maaragtay faraskii aan wato faraska aan wato usha aan ku garaacayo ama shaabuugga iis aan wato ilaah shaabuuggaas nuurka halkaas igu wareeji rabbi subxaanahu wa tacaala nuurkii maaragtay halkaa ka ifayay wuxuu u bedelay inuu shaabuuggiisa ka ifo markaasaa buurta wuxuu kasoo hoobanaya ama buurta uu kasoo dhaadhacaya asagoo aad moodid maaragtay ushana saa u ifayso oo aad moodid ina maaratay matala makis ama fayruus camal wax ka ifayo ayaa maaragtay ka laalaaday maaragtay maxaa ihahdaa shaabuugii ama ushii ama jabalkii uu watay mar allaale markii uu soo galay magaaladii dadkii oo dhan baa kusoo yaacay waa la yaabay ninkii nuur tawxiidka ugu yeeray dhag jara looma siin marka meeshuu ka bilaabay marka dacwada xaggee bay ahayd leanna qofka markuu magaalada soo galo dadku ay kusoo yaacayaan laakiin asalka waa meeshe waa gurigiisa wey waa ehelkiisa wey waa caruurtiisa wey waa familkiisa wey markii aabihii buu ka bilaabay xoogaa deg deg baa ku dhacay waana tan loo baahan yahay dadka ducaadda ah ee diinta shifidinayo ama mashaa'ikhda ama mucallimiinta u nasab sheeganaya diintan doonaya inay ummad diinta ugu baaqaan inay dadka u dhimriyaan inaad ku naxariistaan ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankiisa wuxuu ku lahaa udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana dadka ilaahay subxaanahu watacala xaggiisa u yar baa nabiga lagu lahaa si xikmad ku dheehan tahay si asluub ku dheehan tahay si maaragtay tusaale ahaan nin waxaad artaan salaad tukanayn hadaad tirahdi maasha allah walaa ma tukatimiy ahaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man taraka salaada faqad kafara qofka salaada ka taga wuu gaaloobay intaadan xadiiskaas lagu gaaloobay aadan keenay walaalkayga ay daawanayow ama walaashay daawanayso kheyrka jecelay ama sheekha ay daawanayow ka hormari fadliga salaada oo ga sheekay salaada fadliga leedahay qofka weysaystaa ee gurigiisa kasoo baxaa ee masaajidka su-aal ajirka uu leeyahay talaabo dambi dhaaf talaabo ajir oo ga sheekay nabiga inuu yihi qofkii maarku weysaysanayo adigoo ma salaadba la gaarin waxa uu lamid yahay qof gurigiisa hortiisa uu webi maraayo ee uu ku qabaysanayo maalinka shan jeer oo ga sheekay salaadu inay nuur tahay oo ga sheekay qofka markuu ilahay u dhowey inay salaada ay ta fadliga uga sheekee qofkii markuu macaansado fadligii wuxuu ku dheehanaya ama ku dhiiranaya ama uu ka dhadhansanaya hal hadalkaaga in salaadu ay fadli badan tahay dadka naaraha ku gura marka hore kadibna jannaha geenin marka hore jannada fadligeeda uga sheekee markuu adkaado oo qalbi adkaado kadib cabsii oo ku xuuxi naarta ilaahi subxaanahu watacaala marka uu degdegay saxaabiga markaas markii aabihii buu ka bilaabay aabihii muxuu ku yihi marka wuxuu ku yihi mar alla markuu aabihii arkay aabow inay kacanni aabowna kala kaxee buu yihi maaragtay lasta minii walastu minka ani adiguna kala kaxee buu yihi adiguna diin kala haysataa adiguna diin kala haystaa baynii wa baynaka diin baa noo dhexayso odayga waa u yaa marka
فيرأب محانا كلك حين يا بني ويلك يبعتاي بقاس فيرأب لقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم أبا إسلامي محمد بن راعي أو كون النبي عليه الصلاة والسلام أضيق حكير نعم مربع دار إسلامتي وإسلام ماذا قالتي نعم مر هذا إسلامتي وإسلام ماذا قالت أبو وحنا كوجب باقي أبو يري وكوجب باقي أنا أنا كل قالت أنا إسلام كي أبو هناك الغيب ويري أبيه بين ويري أبيه بالنهاي كم ديني أنا وراعي دين تأثر عليه ديني دونك أبو دين تيدا ودين تلا أيو كيري مرتي سحابي جليل كهابا وحمرتي أبيه بايري دين تي دين تلا إسكو دين بالنهاي أبو هناك الغيب هذا الحاس كيسير كسر أرضي حلا قف كبر كودية تكون عصبي هاي والسيف اللي بودت كقارب سيد سميان إسلام كي أبي وهذا جم حاس كي سبلا علي وحكي دي إنك على كحاب أنا وأنا ما أرتي لست مني ما أرتي جم المتين أنا كامد ما هي إليك عني إنك على كحاب ما كاس حكوا تور محاك ودعي ما كاس حكوا يفرق بيني وبينك الإسلام أنا أبي وحانك لقي إسلام فقد أسلمت ودابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم عليه قالت وحكوا تري فديني دينك وريه أنا حاس كي معناه ما هو كل وداعه ما كلا مارنا دين تاعه ودين تيده وماشى ماشى قارع علماء كت المامان دمرك إني سنجور سنكرين نجعله محايا لجواد وأنت بدل نكيد كدين تاعه أنت بدل غالبا ولو إجوا مسلم وكلا إن معرفتي إيه نكيد أوجب على دين تلا سبحانه وتعالى وخير كبار تسجدي سكسبات وحاي كتري أن إسلام كان قاطي إسلام نبي مركو قاطي سحابي وزير كه تركي بسيد حق المرك دكتور وقائد كامل wax ka dhageystay waa la way dhag jaar la wasiin waa laga soo horjeestay diinta waa laga diiday illa wuxuu leeyahay markaas faabda wa alayya illa aba hurairata ee dadko dhawaa waadkaan abu hurairay soo raacay faqad kana asra annasi islaaman wuxuu ahaa dadka islaamka markiba u soo caaray ee soo raacu kamid ahaa wiil abu hurairah ee markiba wuxuu go'aansaday inuu nabiga soo laabto maxay yahay wuxuu arkay in magaalada ka hortimid dadku diidan yihiin wuxuu isri nigu waxa ka aqaldare isoo sax October soo qaado nabiga ku soo laabtay Cali salaatu wasalaam markuu nabigu yimid nabiga wuxuu ku yiri wariyaa dufaylo ma waraaka ya dufayl dufaylo yaa wada oo yaa sida maadaama diini khair ku maqleed maxaa isla wadaa wi nabiga Cali salaatu wasalaam hadal buu ku hadlo wuxuu yiri faqul wuxuu ku yiri qulubun alayha kinatu wa kufru shadid dad madaxoodu adkaaday dad qalbi ka kan ba nabiga allo ka yimid diinta naab mujrimina soo ka kan ma aratay ku tilmaamay sidaas way نبي عليه الصلاة والسلام مركب وحوله هاي ويس وقري أبو هريرة مش بتاعي مرك نبي عليه الصلاة والسلام ويس وقري لا مرة قعدت كذي قعدي وعرك بتاعي مرك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حوله هاي مرة الله مرك لكن نبي عليه الصلاة والسلام وقعمها مرتي ورفع يده إلى السماء نبي والسماء قعدي بتاعي مرك أركي وحوله هاي وحنس الله إله تلك على ما أنت وهباري النبي عليه الصلاة والسلام إيه يدعو علي قومي فيهلكوا ما أنت وحنس تلك على ما أنت وهلك سبيا بلايا كل عيسو تاسع اسكنا دعيني هاي محادة عي مركب وحو الله يهي فقلت واقوماه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه جعل يقول اللهم اهدوسا اللهم اهدوسا اللهم اهدوسا مركب صحيح الله تركي قمانتي ودماتي اي بان ربيري مركب صحيح مقل النبي قول اله يهدوس وهنون الهدوس إله ريدو سهروني وأنا تلو باهي دتك هابارنا دتك كودك دير ولاليال مشايخ العلماء ورمد هلو دعي ورمد هلو دمري إله وحد قال سان فرعون أو رب إنما شكتي با وحال ولها النبي موسى عليه الصلاة والسلام يا ولك سهارون يو على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وحن إله سبحانه وتعالى كلها وحكت هذا وقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى نبي ما عرفت موسى ولها مر على مركة أترك تان فرعون أو رب إنما شكتي هذا الجل أحسن كلها وأنا تلو بها هي هي دتك إلو دمريو دتك إلو دعيو دتك إلو ولولو نبي عليه الصلاة والسلام وحد قرن إسان ولا ليال مر على مركة لغا سو صار ما عرفت مغالي مكة وكسو بحي ee la soo maartay dadku ku adkaabaan oo isir maal maal ma kamida umada u soo fakir ee waayftay makasti carruurti baa lagu dilay markaasuu nabiga kaleey salaatu wasalaam hadana u duceenay oo laa allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun ilahu tulki wa may qanan waxna ma garanayaan dhagax iga la daaliyan jahliga ka tahay ee rabbi uu raxmaan iyo badbaado u lahaa sika sabaat walaal mar alaala markay saac dhacday ee waxa uu nabigu ku yiri kulaaba tulkaaga qeyrkana ugu yar saxaabiga jilka uu laabtay markaa تركي بكل لابت دعوتي بهدنا كل علي دينتي بقى باقي سيد جلالك جرتو سي حسلوني كجرتو سي معرتك كل ده أنت معرت قلبي وراك سي كل ده أنت هذا الجل عسان يسوجد شو مركب وحاصو إسلام السديتن بالفيرة وسديتن قويس سيد قف معايا وسديتن قويس ومعرتي
دينت إله سبحانه وتعالى وذقاتي وذا فرحسن دينت إله سبحانه وتعالى مركب كصوب بيري ما هي كتمت دعوة يسد أمارت أسلوبتي ودينت إله سبحانه وتعالى وقتوي مدة كنت مركا نبي عليه الصلاة والسلام بمركب ويمت مركا سبحانه وحد عفت دقالك بدر بعد عفي وحد بعد عفي خندق بعد عفي انت بقى وحكود عفي بسم الله انت مرال يال وحكود عفي أي كذا تكتي لأجل دين الله سبحانه وتعالى ما الدعوة هي خيرك إنه في ذي مركز ما خيبر أي سوق المكاسب النبي عليه الصلاة والسلام سهم يي ما عرضك على سينا يي قيب ونقصي النبي عليه الصلاة والسلام إليه ونسود وي مركز النبي حكعت حبيبك جيلك أي حكعت النبي على النبي الله وح النبي حكعت كوي النبي الله عيد ماذا عيد مسلمين تا صدح جيه أم أفرجه وقيب سما ما يمنع هي ما يسره هي هري هي جلال هي ونها marka xuyu nabi allah gacanta hada midig naga yeel mar la dayaal galay dagaalkii buu ka qayb galay duulana farabad buu ka qayb galay illa nabi kaleey salaatu wasalaam uu dhintay wuxuu gacanti samidig buu aha oo maartu ka agdhawaway illa fatax makkah waxa soo dhayn markii dambe nabi kaleey salaatu wasalaam mar alaala walaalayaan marka uu dhintay taas anta rusu gudbin dagaal intu gal u gudbin mar inta nabi ga dhola ayuu rabay inuu daacwada sii fidiyo raydoos qolow xajirta kuma had kaatay oo maar diinta wali aan qaadanin kubi hadana walwalaya oo reer bari amar xamxamata la yiraahdo oo waxay ay kala lahaayeen salam ilaa dil kafeyn markaas uu intuu soo baxay ayuu nabiga u tagay wuxuu ku yiri nabi allow salam xajir ilaa dil kafeyn oo anaka nagu haray diishira waa laga takhallusay waxaan ma haru leeyahay dil kafeyn salam la yiraahdo ee nabi allow fasax oo idir nabi allow fasax oo idir oo aan aado maartay bani camar xamxamata salamka ay lahaayeen aan maartay dacwada ugu baaqo salamka aan soo burburiyo nabigu wuxuu lahaye bax wadaada markuu yimid dadkii baa kusoo xoomay markaas ayuu maxaa doonaysaa markaasuu yidhi salamkaasaa raba inaan gudo oon baabi'iyo alladii maartay laa yasmac walaa yacqil caqli aan lahayn waxaana aana maqlin dadkeenu waxay dhahe wallay maantay ku dhammaatay haddaa salamka intaa taabatid owlaadaada adiga huuf baa la ka dhigaya baabaha noqonaysaan balaada ay ku habsanayso wixii dhacaa dhacaan buu wixii u taala wixii dhacaa laha dhacaan maxaa dhacay marka wuu soo baxay sanabkii uu yimid marka sanabkii marka alaala marka uu yimid ay dadku arkayaan ayuu garay tiriyay marka wuxuu yiri yaa dal kafayni lastu min cibaadika miladuna aqdamu min miladika innii xashawtu annaara fii fu'aadika yaa dal kafayni salamka liyaa dal kafaynow lastu min cibaadika aniga kamid ma ihi kuwa ku caabuda horta kow ku bishaarayso ميلادنا أقدم من ميلادك لا شر عذنا أنك لا شر عذك هوريسي أو محيري أنك هرتابا نولين أنك كسر يسمى أبدر أدوانا كمدة أنا عبد أدوانا كمدة كقر غري إني حشوت النار في فؤادك لا تعالى ضبا كبحين وحنا مسك قاعد كريس meeshii uu ku gubay dadkii arkayay hortooda ku gubay sanamkii markuu gubay dadku way yaabeen dadkii oo dhanna maa tabaqaa min ashirki fii qabiilati dows fa aslama alqowmu jamiican waxasuna islaamuhum dadkii oo dhan meeshii bay ku islaameen shirkiga cid ku baaqata male intaa kadib waxaa dhacday walaalayaal in waqtiga abubakar sidiiq radiallahu tacala intaas tii uu nabiga la soo qaatay ay saxaabiga jeelka ee taarikhsan ka hadleynay abu fayl mcamr adowsi mar ala markii waqtigii nabiga abubakar sidiq radiallahu tacaala canhu la gaaray caqabaadkii abubakar haystay waxay ahaayeen dadkii xurubu ridda dadkii ridoobay ee kaabaha u ahaa musaylamat alkadaab kii maaragtay nabinimada sheegtay beelowga ahaa waa uu la dagaalamay dadka dagaalamu kamid ahaa bal dagaalkii lagula dagaalamay ee dagaal maaratay duulaanka yamaama la dhihi jiray ayuu maaragtay intuu dagaalka la gelin ayuu riyooday yaa riyooday abdufayl ibni camr addowsi ayaa riyooday riyo weli wuxuu riyooday maaragtay cajiiba oo aada u qiimo badan oo macno badan ku fadhido riyo cajiib uu riyooday iyo raalloqda maanta u talagalay oo waxa weeye maadaama xadda hore ayna dhaaftay waa adkaysan waa inaan maanta cashi idan ka baajiyo laakiin ilaahay wuuna arkay waa daalaynaa ilaahay subxaana watacala inta xanuunsan ha caafiyo anigu waad hergab yar weeye qolaa maanta tuubooyin maaragtay faleembooyin ku socdaa qolaa maaragtay indhuhu ay qaarkood indhaha ka maqan yihiin qaar baa maaragtay keliyaho loo dhaqayaa qaar baa si ah alxamdulillah waxaan sheegana waa dembi alxamdulillah baan leenahay caafimaadka inagu deeqay allah idin barakay walaalayaal meel walboo naga daawanaysaan wuxuu leeyay waan riyooday maxaa ku riyootay dhaheen wuxuu leeyay waxaan arkay ra'aytu anna ra'si qad xuliq wa anna taa'iran kharaja min fami wa anna imra'atan adkhalatni fi badniha wa anna ibni camr jacala yadlimuni xasiisa laakinahu xiila bayni wa baynahu wuxuu yihi waxaan riyooday waxaan ku riyooday ko iga qor hadalkaan maxaa ku riyootay waxaan arkay madaxoo lii xiirayo madaxiyo lagii xiirayo
ruuxdeeda oo maaragtay shimbir oo afkay ka baxayo, shimbir madaxa la xeerayo, shimbir afkay kasii baxayo, haweenay caloosha gelinayso, iyo wiilkaygii baadigoobayo, laakiin nala kala dhexteeday, waxna kala dhexteeda ma waxna kala dhex galeen, waxay ku dhaheen faqaaluu khayran, warkaas mi ahaa waa khayr, wax dhiba male. Wuxuu yihi walaal khayr, khayrkiina maa qaanay kaadi anaa tafsiirinaaye. Wuxuu yihi ama madaxa laga xeeray mi ahaa, madaxa laga jaray birku, taas waa midaas, saw tafsiirta aniga, waa isagaa tafsiirinay. Shimbirka afkayga kasii baxayna waa ruuxdeeda baxayso yiri, haweeneeda caloosha gashaytayna wuxuu yiri waa ciidii oo ilaqayso, wiilkayga baabi goobiyana asagana inuu shahiiduu rabaa, laakiin shahaado ma qaadanayo leeyahay. Waa siduu u sheegay meeshii dagaalkii buu galay, wuu ku shahiiday, wacdadu ka muujiyey, ilaahay subxaanahu watacaala baa qaatay, min ashuhadaai buu kamid noqday, in allaha ishtaraa min anfusahum amwaalahum, kuwaas buu kamid noqday, oo aan lagu magacaabi karin mayd, kuwaas buu kala galaway. taas markay dhacday ee isaga dhintay, wiilkiisiina gacantii baa ka go'day dagaalkii, ay gacanta kaga go'day dagaalkii Yamaam ahaa. ama wiilkiisii ducadii aabihii ma seegin isagana. horta qisada waxaa jirta wiilkiisa laga soo guuriyo iyo Cumar bin Khataab radiyallahu tacaala canhu dhex martay. waxaan rabaa insha allahu tacaala 15 daqiiqo ugu dambeeya inaan su-aalada ku weydiiyo casharada, hadda waxaan soo akhriyay inaan su-aalada ka weydiiyaa, rabaa lambarka meesha lagu soo qori doonaa, jinaad cadaawa hadda noo soo qori doona insha allahu tacaala, lambarkaan furanaa mar dhow. marka wuxuu yihi intaan markaan dhameeyaadna soo garaacdataan inuu kaadiyo 3 daqiiqo ama 5 daqiiqo insha allahu tacaala, allah ni barakey. waxa uu wiilkiisii Cumar bin Khataab radiyallahu tacaala canhu ayaa maalin maalmaha ka mid ah isagoo ma aragtay Cumar oo la casuumay, cunto loo keenay qurux badan oo madaxa ka wada cunto lasoo habeeyo, aad loo soo maartay hagaajiyey. wiilkii Cumar dhalay ee u dhalay Dufayl ibn Camr Adawsi ayaa wuxuu kamid dadka meesha joogay. cuntadii marka Cumar wuxuu ahaa rag qof aan iskaga weynan dadka, wiilkii wuxuu arkay xishoon iyo xagga fadhiyo, dadka kale cuntada saxanka dhinac kasoo galay cunayo, laakiin ilmihii yara dhalinyarada ahaa oo gacanta goonaa oo wuxuu arkay xagga iska fadhiyo oo u yeeray kaala weynay cuntada cun, uu yeeray khajilay, war waxaad la xishoonaysaa yar gacanta kaa go'an, ilaahay baan ku dhaartay wallaahi, buu yiri inaanan cunay cuntadan ilaa gacantaada go'an ku dhex walwalaaqdid. subxaanallah, wallaahi baan cunay ilaa gacantaada, gacantiiba ku walaaqay. Cumar wuxuu yihi kelimo diiwaankash aada u qiimo badan, wuxuu yihi wallaahi maa fi lqowmi axadun bacduhu fi ljannati ilaa anta, ma jiruyiri dadka hadda joogo qof jirkiisa qaybna adduunka joogo qaybna jannada ugu jirto, ka wada gacantaadi baa jannada kuu taallo. Cumar marka wuxuu ahaa qof dadka aad iyo aad usoo dhaweeyo, cuntada wiilkii la cunay wuuna soo dhaweeyna, sida loogu baahaya madaxda muslimiinta inay shacabka soo dhaweystaan, inay ciidamada soo dhaweeyaan, inay saraakiil soo dhaweeyaan, inay uwadda umadda muqadaan, inay dadka wanaagga tusaan. wiilkiisana wuxuu ku shahiiday dagaalkii Yarmuuk, asagana ka qayb galay, shahaadu ka helay, shahaadu aabihiis maaragtay ugu baaqay uu helay. ilaahay subxaanahu watacaala jannadiis ha geliyo, ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajeynaa inuu ceelaka naga dabageeyo oo min ahli jannada naga dhigo. waxaan bilaabaynaa su-aalihii, taleefonadan waa idiin furanaa insha allahu tacaala, qofka ugu horeeyana soo waca, waxaan ku bilaabaynaa su-aalo dhowr ah, waxaan haysanaa ilaa 10 su-aal, waan kala soo dhexbaxnay darsigan hadda akhrina insha allahu tacaala, allah idin barakeeyo. waad soo wici karaysaan lambarka saxaabigan marka aan ka hadlayno waxaa la yihahdaa Dufayl, waa lambarka 5 ku qoran wey. saxaabiga hadda ka hadlayna waxaa layihahda Dufayl ibn Camr Adawsi, waxaan sheegnay inuu ahaa qof taariikh kule islaamka, wiilkiisana riyadii oo isaga riyooday ee uu riyooday buu ku helay shahaadada, laan aabihii usii baaqay oo aabihii wuxuu rabay inuu ahaado aabba shahaada qaato oo dagaalkii Yamaama oo ninkii laa Musaylamatu Lkadaab uu maaragtay muslimiinta ciidamo fara badan uu markaa hayay uu kusoo daayay, waxaan u babac dhigayay oo kasoo horjeesanayay muslimiinta kale uu hogaamiyaha u ahaa Abubakar Sidiiq. marka waqtigaas wala waqtiga Abubakar wiilkiisa baa dhintay, waqtiga Cumar ibnu Khataabna waxaa dhintay, waqtiga Abubakar waxaa dhintay Dufayl ibn Camr Adawsi, waqtigii Cumar ibnu Khataabna waxaa Yarmuuk ku dhintay wiilkiisii Camr ahaa. labaduba waxay noqdeen shuhadaa cinda Allahi subxaanahu watacaala, wiilii aabihii waxay ahaayeen diinta Ilaahi subxaanahu watacaala usoo dadaalay. waxaan rabaa marka maxaan kala baxaynaa faa'iido su-aal waa bilaabayna cidda lasoo wacdo su-aasha waa nasan ku bilaabay, lakin waxaan rabaa inaan faa'iidooyin kusii bilaabo. faa'iidaan kala baxayna casharkan muxuu yahay? kow, faa'iida kowad waxay tahay dadka in loogu yeero dacwada si asluubaysan, si qurxan. asalaamu calaykum waraxmatullah, waxaa la sheegay inuu qof kad ku jira. asalaamu calaykum waraxmatullah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. asalaamu calaykum. waa ka go-ay qofkaas uu isoo gudbiyay injineer cadaaw, ilaahay khayra siiyo. uu kusoo laaban karaa insha allahu tacaala qofka ka go-ay qadka, waana soo dhaweynaa mar labaad. waxaan marka faa'iida kowaad waxay tahay walaalayaal, in dacwada si asluub ah loo guto oo aan dadka lagu adkaynin oo aan loo naxariso ummadda
وأن نغت الرحيم نبي محمد محوها إلى محمد وما أرسلناك إلا إيه وما أرسلناك إلى رحمة العالمين نبي الله وحنا كوس ودرني رحمة رحمة بوها وهروب بوها ولي نبي ما أرجوسن أسلوب تسلوب هي ما هي كلام كلام بحنا تنكرون كلام بحنا قلب كلامات كلام بحنا ولا يعني وحوي والأك إن هدو إله سبحانه وتعالى دينك وداقي هدو رب سبحانه وتعالى دينك سي إن دين تلا فريسن إن قاعد نقول بل دين تمال لك هنا ميسيد نبي اسكف لي أي أمدي أتمت بل أنبياء إله سبحانه وتعالى لما أنتم وحي أحيا كوة أتم أمدى الدعوة الجارسية مركز صحابي صحابة الكرام ساسي أحيا واسي مركز بعد صغير أي النبي الله المعرفتي السلام عليكم ورحمة الله نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم سيدي ولا الملعب يسأل انت وعيست ملعب عبد الله حسن الله عبد الله حسن الله عبد الله حسن الله تعالى رسول عيسى مرضى مقدشة مقدشة مجال نبي عاسمان بركة سومالية ملعب سيدي عشر كان ها حتى بفارض معان رديس يا بني ثاني سف إلى أكو بركيه إلى سبحانه وتعالى أكو بركيه من الله شيء تتعطى سؤال شكرا لحوالي وفي المعامل وفي المعامل الدرسي أو المعامل الدرسي مكر حاكسي في يطاو صفاء لها صدح صفاء الله لنسى من الله شيء تتسفين كيسي ولا سلا ها ما شاء الله وما أشكبري يا أنت سوى نفسه أريد أشكبري ما شاء الله سيدي كل هذا يعني معنى كيو درين جميل له أو ما كيو سنة إسلام وخاتم يعني كل اللي إيه بتكسر العلمين من عبد الله في جسمه هو في حتى مسألة حوا ونقول إسلام قبل الإسلام أنت إسلام كهر سفر كل هذا شيء لا رصيف هل لا ما ما حاجة بس برامج من حياة الله على كل ما معنا لا ده حمل هذا على وقت سفر في كلام إسلام الأول سفيري كلا عادم دارين ميني تعصبهم هو يعني أو أود أي نجسيد نسي كذب جن كذي وطري موكي موكي معناه هو لا يطيع يبغى ما شاء الله سفيري ولا سمح كله بعد الإسلام سفيري يعني سفيري كاس وحوها عبد الله حسن إلهي بركية أولي بالدرس وحوي رجال نحن كلا قفصي لكن ماشوا كلا قفصي بكسف عم بقول جوابي أبدا ما سمت إلهك وبركة عبد الله حسن أنا بس وعي مجال هذا مقدش دلك سوماليا عاصمة دلك سوماليا إن ولا ليال فائدة إصدحات إنه كلا بحينه وحي تحي إن كذلك مركو لبرك وقت كذا فيري مرك الدعوة دي كل سعويس إلى ما عنده من قنين شيخ بأركس كتاب آخر ما كتاب بحكي ويسان ماله دتك ويدي ومحاية قلدا نك مركو مجال يميت دعوني ولي واي نبي كلابت السلام عليكم ورحمة الله نعم ما واقرت مركي وحكي عقل دمان اسكود دينا ديبو نقطت هدي وحسيك أنا شعب كسر لابو ورمحاق قلدر اسوي هاسك كلي كلي ما أرد تريه أما كلي سلسح عن نقل نكا مركو أركي إن حاسكي سي يو نك يو ما أرد أبيه يو ما أرد أبو هريرة صدح بك كلي الإسلام مركو أركي وإسلام كله ولا أتكابي نبي صلى الله عليه الصلاه والسلام ماشي لما ما يقولوا صلى الله منبع الدعوه مركز الدعوه ماشي دعوه كسا اسكنت صلى الله توبر بو سو قترني حتى الدعوه اللي في دنيا اما خير كل شيء وحا لا يبا شيخ دوي لكن انو سن اقولين با انا ددكنا وسو وخبنا كلا سكنين اما عندي كلو قابك اسلوبته واخ لو غدبيو بالحقيقه ما انت عالم كحو غاري واخ ولا كورس لو قاطو الجامعات كحيان لو برت كم تاي ان قفكه سده واخ او غدبيو حتى ادونا جامعات باادين با ان ان اسكو ديم سيد كا جوجتيد حديث كما كا شيغيسيد ددك ساد ولا هليسيد وعرقتيات كا قاتيد تاسر وا فايدين كان كلا بخينا ولا ليال وعير كلو كلا بخينا وفوائد قاليه اي كميده صحابي بن جليل السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم وكبوا ايبا لي يري قبانا سو وعي ان فوائد قاليه اينو كلا بخينا ولا ليال وحا وين بل ايج ان مر الله عليه مركات امد تغيس ان الهي بري الهي انه معجزه معجزه كمدا ادو نبي ما جوغ لكن الهي وحي الهي هذا الكيغ حتى امد حكمه دغلي السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ولا عدك كور اي قاد مغا عاد مشى مشى وايس مرينا لله لانتنا نجو مرينا عدك كور قاد ولا من مغلى هذا وحيركم دركم كلاته ها
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مريم حقاني حقاني جبتها لندن. لندن بعد بس ما نسعت عشر كان. ها اوكي سؤال شيء اسلامي لك يديان كو يديني انتو سن اسلامين ابو فيل ابن عمر الدوسي سفيل دورة كشري هل يلغو اما صدح كسر يو سفوين كواي دافين وحن ديه لهاي مدرح دا صومالي دا سفوين كاس يو مارتي سي او دا عدو مدهو وشغيانان ديه لهاي لا كعب صدان تيها دينا نمغلان بحكم على الدرس اللي بعده سعولين ولكن أقدر في عن تعي لسه عمرك اللي بعده إن شاء الله الدرس ده وح ما راح سؤال ما أنت لما أنا هلي إنه وكده ولا الدرس إن شاء الله تعالى الله كبركاته تاسو حيد مريم الله من سوى عيسى إن واتهيد أرسل جد من ولا ليال الله يبركاته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أوكي قف كاس إنجيل كان نسوا جد من رادو كجو إن ولا وحيره ونحسن إنه كرب حلو السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. قف كخد كجوا ولا ستة وسبعين جبتها تي في عربي كارسن تي في برنامج كبرى صحابي وهاكم هذا ما قال يسد مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كسر ولا. ها وكده ولا لا لا لا. ما لا سمعت البرنامج كان برا صحابي اي ولا وحن كحوم هاي ان كاسنا وحو اها قفكي او قدن بي وان سين مجالسك وقت بقاد ما عرفت قراب سنو واه عشرة ما عرفتي اما الدرس دروس كلا اما برنامج كلا نقدم بيسو ان شاء الله تعالى وحن اربح ان شاء الله تعالى قضبك اما لما قضب او كوكوبا اذا كربح ان شاء الله تعالى او اي تايف وايد ان كقابل انه صحابي كان جليل كا اي ولا ليال قفكو مركي وحن سوشا يبحكو عكرمان ان الله سبحانه دكاس اسو عليو كذلك ان قفكه مركي وربا انه حكمت اي كما قنت ان الله سبحانه وتعالى وبر الله حكمه سي وحا كلو كميد ولاليال ان او الميسا وحا كلو بحنا كميتا الميسا كو ابابيو كو تربيه ودني وناغسن اي عمرى سحاد وحا اركيسا انو دداليه كدبنا الميسنا وما عرفت كل دداليه ماشي عمرى انو لمرو إله سبحانه وتعالى هيدا بركيه وإنه كل دمية برنامج كان برنامج لمدة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.